عدنان، عدنان تليفونك عم بيرن. هلا برد. الو. فيقتك ما هيك؟ مو مشكلة، هلا كنت بدي نام، شو عم تعملوا؟ هلا شفت انك متصل. اتصلت لأطمن عليك هون. لكن كفي نومتك، بحاكيك بعدين. كيف لميس خانم؟ أحسن بشوي. اليوم لأول مرة بتطلع وتتمشى، وقت اللي فقت ما لقيتها. بس ما بكذب عليك، 4 أيام ما نامت. عم تدور بين أغراضه، أخذت كل غرض بإيدها ولمست كل شي بيخصه. لساتكم بالبيت؟ إيه، ببيت أبوها. ما بتعرف قديش زعلانة عليها. عم تلمس كل شي وكأنه عم تحاول تتعرف على أبوها. عم تشم ريحة ثيابه، عم تحاول تلاقي علامة لإلها. مسكينة، وضعها بيزعل كتير. ها اجت. سلمي لي عليها كتير. بيوصل بابا. سلمي لي عليه كتير. وهي بتسلم عليك. يلا حبيبي روح نام، بكره يعني اليوم بنحكي بوقت مناسب إلنا اثنيناتنا. امتى رح ترجعوا على اسطنبول؟ لسه مو معروف. اشتقت لك كتير. وانا يا بابا. خاطرك. مع السلامة. خبر جديد عن بشير؟ لا نهال. رح جهز لك فطور بياخد العقل. أصلا ريحة القهوة دبحتني. المشي طلعك من جو الحزن. بدي فرجيكي شغلة. تعالي. لقيت اللي مضوعته. ليلة امبارح لقيت بابا. هدول الرسايل منك؟ رسايل ماما. مخبيهم كلياتهم، حاملهم معه وين ما راح. كل رسالة لوقت ما مات موجودة هون. شوفي. هي انتي؟ لميس بعمر 3 سنين. كان مخبي صورتي معه. شوفي هي دمعاته نازلة على السطور اللي حكيت له فيها ماما عني. كتير حلو. مو متجرئ يكون أب لإلي، بس حبنا كتير. مخبينا بقلبه. كتير انبسطت. حلو. عدنان بيك والعيلة راجعين ب10 الشهر، مو هيك؟ بعتقد. الخبز بجنن. إذا بدك فيكي تروحي لعندهم من هون يا نهال. بسببي أنا تعكرت عطلتك. مو حابة أروح على نيويورك. ومهند ما سافر، مو هيك؟ بصراحة كتير منيح إني بعدت عنه شوي. فكرت كتير، بس اشتقت له كمان. مدموزيل، يا ريته كان بيحبني عن جد. نهال ليش مو هيك؟ وانتي بتعرفي. يا ريته اجى لعندي على المزرعة من دون أي ضغط أو تأثير من حدا. ما حدا في يجبر مهند على شغلة هو ما بده إياها، حتى أنا صرت بعرف هالشي. مو مهم. أنا قررت رح أمسك إيده وقت اللي بحس إنه هو عن جد بيحبني. بس من جهة تانية مو حابة تضل مشاعره مخباية جوات صندوق صغير. ما رح أنغر وأتخلى عنه. اشتقت لاسطنبول. عم تحكي عن جد؟ ايه يلا بكره بنسافر. كنت مفكرة انك حابة تضلي شي اسبوعين 3. الصبح حكيت مع الست المسؤولة عن البناية، الأغراض اللي تركهم بدها توزعهم على الفقراء. أنا رح آخذ هديك وبس. اليوم كمان رح ننزل بالأوتيل ومنعيش ليلة باريسية حلوة، وبكرة بنرجع. ها؟ ممتاز، مثل ما بتحبي. اتفقنا. عم تحكي مع مهند؟ لا، رح أعمل له مفاجأة. بيكون بالبيت؟ بكل الأحوال بيرجع. أنا آسف يا خانم، سمعت حديثكم من دون قصد. مهند بيك مو هون، حضرته برات البلد. لوين سافر؟ امبارح سافر على تالين لأستونيا. يمكن مشان شغل. لا، على البشير بالمشفى. شو؟ أنت شو عم تحكي؟ مع الأسف يا خانم، اضطروا ينزلوه من الباخرة، حالته كتير خطيرة.